بص بقى، تنصب عليا مره يبقى عيب عليك، تنصب عليا مرتين يبقى عيب عليا. انا مش خرنج، انا خلاص هرشت النصب دلوقتي وبقيت فاهم كل حاجه. من هنا ورايح انا بقيت صاحي لكم قوي. احمد القديم خلاص مات، من النهارده في احمد جديد. القطه المغمضه دي خلاص كبرت وطلع لها ضوافر وبقت تخربش. فلو انت جاي وفاكر نفسك صايع ومليان ها وهتعرف تنصب عليا، انسى. يا انصب عليك انت ليه؟ الزباين خلصوا يا عم، قول لي بس ايه اللي مزعلك؟ لا لا، من كميه النصب اللي احنا عايشين فيها يا معلم. انا نزلت النهارده الصبح ادور عربيتي، جاي البلاتو عادي، لقيتها بتنتش وكده، في صوت غريب، سامع صوت مش مريحني. قلت خلاص بلاش اروح التوكيل علشان خاطر التوكيل اكيد نصابين. رحت للميكانيكي اللي في اخر الشارع، بص لي كده بصت مرات الاب الشريره بتاعت الحواديت، مش مرات الاب العاديه. قال لي هي فيها ايه؟ قلت له انا ما اعرفش، ودي كانت الغلطه. هرش هو كده ان انا زبون وان انا ما بفهمش في العربيات خالص. شرب بق شاي من الكوبايه اللي في ايده، قال لي شوف يا هندس، الصوت اللي انت سامعه ده صوت الطنابير وهي بتسقف كده علشان خاطر تيل الفرامل لفه على البوجيهات، وخلى الريداتير ينقط يخرم الشكمان. فاحنا كده بعون الله هنحتاج نحل الضفيره ونقرط على الكتاوت ونجيب ترومبا استيراد بدل ما العربيه تجيب وش سلندر ونخش في حوارات وبتاع. انا اتدلعت خالص وانبسطت، اخد اللي ورايا واللي قدامي ومشيت، والعربيه بتعمل نفس الصوت لحد ما ولاد الحلال قالوا لي ان في كيس بلاستيك ماسك في العجله هو اللي عامل الهيصه دي كلها. ومش الميكانيكيه بس حضرتك اللي فيه ناس بتنصب، ده النصب وصل للطب. تخيل الدكتور اللي ولد مراتي زود اجره ايده اللي اتفقنا عليها اوريدي. ليه؟ قال لي اصل البيبي كان متشقلب كده وتعبنا في الشغل، والله حاسس ان انا مخلف عربيه دوجن قديمه. وده في معظم العمليات على فكره، مش الولاده بس. اتفق على مبلغ، بعد العمليه فاجئك بمبلغ تاني خالص، اللي يقول لك اصل الزايده طلعت ازيد مما توقعت، واللي يقول لك المراره طلعت مره بزياده، واللي الكلى احتاجت تتغسل الفم كمان ما كنتش عامل حسابه في الخامات. نصب. ودكاترة التخسيس، انت رايح تظبط اكلك وتمشي على نظام غذائي متوازن وخلاص، تلاقي بقى اللي واخد فيزيتا 7000 جنيه عشان يقول لك احنا هنخس بالشم، يعني هنشم الاكل قبل ما ناكله، الريحه توصل للمخ، المخ يتبرجل يفتكر ان الاكل وصل ونشبع. شوف ازاي بقى لما المخ يفتكر الاكل وصل. طب ما انا بسمع صوت الموتوسيكل بتاع الدليفري وبعرف ان الاكل وصل وما بشبعش ولا حاجه غير لما اكله. طبعا ادفع مبالغ ليه انا علشان واحد يقول لي شم الاكل؟ ما انا بشم الاكل من غير توجيهات حضرتك السمينه دي. ومن ده كتير بقى في عالم التخسيس، اللي يلدع 250 جنيه كشف ويقول لك احنا هنحط مرايه قدام المكان اللي بناكل فيه عشان العلم اثبت ان ده بيقلل نسبه الفرم اللي انت بتفرمها وانت قاعد، تبقى قرفان من شكلك وتخالص شكل لذيذ باكل وانا مستمتع، بالعكس انا بحبني اكتر. واللي يقلبك في 300 جنيه ويقول لك احنا نصور اطباقنا ونخزن الصور عشان لما نجوع نشوفها ونعيط، اي حاجه. واللي يقول لك تحوط نفسك باللون الازرق، ابحاث اثبتت قدرته السحريه على سد النفس، البس ازرق، كل في طبق ازرق، معلقه زرقاء، واوعى اوعى تلبس اصفر او احمر، والله العظيم احنا هنلبس اسود بالمنظر ده مش ازرق بس. ده غير بقى ايه رجيم التبريد، رجيم الالوان، ورجيم الايحاء، ورجيم التنويم المغناطيسي اللي هو انا مش تخين ازعه، انا طويل واهبل، تقعد تقول لنفسك كده. طبعا في دكاتره عظيمه، لكن بصراحه في تانيين عندهم نصب. لما تيجي مثلا تعمل شغلانه وتلاقي الزبون عاوز يدفعك فيها نص التمن، يقول لك انت بس خدها بالسعر ده وهيجي لك من وراها شغل كتير والله، واختي وعمتي وخالتي والمجتمع والناس كلهم هيشتغلوا معاك. يابا حيين النهارده وموتني بكره. النوع ده يا معلم ما بتشوفش من وراه حاجه ولا بتشوفه اصلا بعد ما تخلص الشغل، بيطير ويا العصافير، ولا هيجيب لك شغل تاني ولا هيمسي عليك برغيف عيش حاف حتى، ده لو اداك فلوس الشغلانه اللي بتعملها معاه من اساسه. او لما تقدم بقى على وظيفه وتبقى رايح سي في محترم معاك شهادات خبره ومقطع السمكه وديلها في المجال بتاعك، المدير يقول لك بص احنا هنبتدي معاك بقى ايه بدايه صغننه، مرتب بسيط وهيزيد على حسب كفاءتك في الشغل، ده تقول له كفاءه مات في خناقه. تديها له وش كده كشاف، كفاءه مات في ايه؟ في خناقه. وفي نقطه بقى هتجنني، هم بيقيسوا كفاءتك دي ازاي؟ يعني عندهم ميزان كفاءه زي ميزان الحراره كده، بيجي لك اول الشهر ويجي لك اول الشهر بالكفاءه ميتر بتاع الشركه ويرفعه في الهواء كده ويبص فيه وينطره مرتين، يلا بقى حبيبي ها نفتح بقنا عشان نقيس كفاءه موظفنا. جميل. الموظف الشاطر يقول لي مديره ايه؟ كفاءه. ده كلام فارغ والله العظيم. طبعا مرتبك في الشركه دي عمره ما هيزيد ولا حتى ربع جنيه مخروم، كله نصب يا معلم. ولو بتعمل شغلانه في ورشه مثلا او اي حاجه وكلمت الصنايع في التليفون وقال لك الشغلانه على المكنه اهي او في ايدي بقفلها، انسى، تعرف على طول انها في طي النسيان، يعني بخ. تيجي تتكلم مع الصنايعي ولا تعاتبه، يقول لك والله العظيم يا باشمهندس الدولار غلي، الدنيا بقت صعبه قوي قوي هندسه ومش عارف ايه، واخدك في سكه غريبه جدا. البرامج بقى في منها كتير قوي مليان نصب، ما تفتكرش عشان احنا بنعمل برامج فهنسكت، لا، عندك برامج المسابقات والصحوبات، واتصل بينا قول الاختلاف اللي ما بين صوره الفنانه فردوس عبد الحميد والمطرب هاني شاكر، شايف الدقه؟ حاجات رفيعه، واكسب 3 مليون دولار دلوقتي، وابعت رساله وادخل معانا سحب على طياره F16، ولا برامج الطب البديل بقى، دي لوحدها قصه. يبقى
اسم الاخ وارقامه على الشاشه عشان يتصيد بالنصب بتاعه ده ويهري بقى. ناكل مرمريه وتوم علشان نركز، نشرب جنين القمح والبان دكر عشان نخلف. مره واحد طلع قال ندهن قشطه وعسل عشان نبقلص. تخيل. طب ندهن قشطه وعسل ليه؟ طب ما ناكلهم عادي، احنا هنبقلص برضه. وتكتشف ان هو عنده ماركه قشطه بيبيعها في السوق، بيعمل اعلان لنفسه من الاخر، وهو اي نصب وخلاص. ولا الاعلانات كمان، ايه كميه النصب اللي في الاعلانات دي؟ مبدئيا كده مفيش مزيل عرق بيخدر البنات ويسلبهم ارادتهم كده ويخليهم يمشوا وراك، مفيش. ومفيش مطهر بيعزل ابنك عن العالم الخارجي ويصفحه كده، عارفش الصوره اللي بيعملوها دي، ويعيشه في فقاعه كده معقمه وبتاع. مفيش نقطه من ازازه الصابون في العالم ممكن تغسل المطبقيه بتاعت امي كلها بالمنظر ده، حتى لو كان جواها ميه نار، لو قنبله نوويه، مفيش كده. ومفيش اطفال بيحبوا امهم بس علشان بتعمل لهم سندوتشات جبنه معينه، عشان ولادك يحبوكي اعمل لهم ان شاء الله ما هيحبوني. كل الاعلانات بتقول عشان يحبوك اعمل لهم من دي، ده نصب ورخص كمان في نفس الوقت، مش معقوله. ومفيش شقق رخيصه بدون سبب، مفيش. قال لك اعلان ارخص بتاع، هي رخيصه علشان وحشه وصغيره وفي حته مقطوعه فيها سلعوه وناس بتثبتك في الشارع اكيد. ومفيش حاجه اسمها على بعد 10 دقائق من مصر الجديده، مفيش. بالعقل كده 10 دقائق من مصر الجديده هتبقى جوه مصر الجديده برضو. نصب يا معلم، اعلانات ايه يا عم؟ يعني نصب. ما هو نصب، انت بتعمل اعلانات ليه طيب؟ الاعلان ايه ده؟ بعمل ايه؟ ايوه انت عامل اعلان زبادي ولا اعلان، عامل كذا اعلان بشوف في التلفزيون فيه. لا اعلانات دي بتبقى مجاملات، كذا زبادي، شوف العلبه قد ايه. مجامله. انا عارف يا احمد اللي بيدخل لك منهم، مجاملات ايه؟ ما اصل الدولار غالي برضه، اقسم بالله يا جبيلي، والدنيا بقت صعبه قوي قوي والله العظيم. طب هنعمل ايه؟ طب احمد، طب خلاص ما تقولش على الناس نصابين بقى. طب انت، ما انا بتفك معاك بكلمتين يا اخي، انت على طول داخل بخاطري كده. يا سيدي معاش ولا كده. يا ساتر.